أطفالنا أهم حاجة في حياتنا، ورعاية أسنانهم من أهم الحاجات اللي المفروض ناخد بالنا منها. نعرف إن الأسنان بتاعت الأطفال بيبتدوا يسننوا من سن 6 شهور، ومن سن 6 شهور ده أبتدي أنا أخلي بالي وأغسل سنان الأطفال. لو أنا النهاردة ما أقدرش أستخدم فرشة في السن دوت، على الأقل ما ينامش بأكل في بقه ونمسح السنان من قدامه من ورا بالشاش. من أول سن 6 شهور ل6 سنين مسموح لنا استخدام المعجون اللي فيه الفلورايد بس بنسبة معينة، اللي هي 1000 بارت بير مليون، أو بتتكتب على العبوة 1000 PPM. من بعد 6 سنين لغاية ما بنكبر احنا بنستخدم المعجون اللي فيها فلورايد من 1350 ل1500 PPM. كل الكلام ده هتلاقوه مكتوب على العبوات، عشان ما ينفعش نستخدم فلورايد كتير في سن صغير، لان دوت ممكن يؤدي لتكوين أنسجة أو بطش على الأسنان بتضعفها، وبتخلي الأسنان دي ضعيفة بسبب استخدام الفلورايد الكتير. فالنهاردة ناخد بالنا من طرق الغسيل ومن المعاجين اللي احنا بنستخدمها في أسنان أطفالنا.